السرحة شقيا أنا والله يا عين لو السنين جار ودي واحدة نيار على رزق السرحة شقيا أنا والله يا عين لو السنين جار تعب عمرها ما الحد تتزلل وتحاب علم الناس حبها تضل ومهما تتعب عمرها ما الحد تتزلل ودي واحدة نيال على رزقها السرحة شقيا أنا والله عيني لو السنين جرحة شجرة صباح انت متهمة بقتل المجني عليها شربات علي الشرقاوي الشهيرة بالكتعة. ما قتلتهاش يا سعادة البيه، والله العظيم ما قتلتها، والله ما قتلتها. ما تفسري بإيه وجود أداة الجريمة وهي الإشارب بتاعك والمستعمل في قتل المجني عليها؟ إذا كان الإشارب بتاعي يا سعادة البيه يبقى وقع من على راسي لما كانت الكتعة بتتخانق مع عمي فوق على السطوح وتلاقي حد لقاه وموتها بيه. وبصماتك اللي أثبت المعمل الجنائي وجودها داخل الشقة. بصمات إيه بس يا سعادة البيه؟ دي وليه بتعمل زار والناس داخلة خارجة عليها؟ إشمعنى بصمات أنا اللي متمسكين بيها؟ طب والسلسلة بتاعتك اللي وجدوها في قبضة المجني عليها تفسري بإيه تمسك المجني عليها بالسلسلة في إيدها وعدم تركها؟ أنا عارفة يا سعادة البيه عشان باخد الاسم، يمكن وأنا بتخانق مسكت في السلسلة من صدري خدتها، ما عرفتش كانت ماسكاها في ايدها ليه. يعني مصممة على الإنكار يا صباح وإنك ما قتلتيش المجني عليها. والله يا سعادة البيه ما قتلتها، وقلت الكلام ده في الاسم وقلته في النيابة ودلوقتي بقوله في المحكمة. صدقوني عشان خاطر ربنا أنا ما قتلتهاش، والله ما قتلتها. خلاص يا صباح ما تتكلميش تاني، النيابة تتفضل بالمرافعة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، النيابة تصمم وتصر على معاقبة المتهمة طبقاً لنصوص مواد قانون العقوبات من القانون، لأنها في يوم انت جاي تتهجمي عليا في بيتي؟ الحقوني يا ناس، الحقوني يا حق صباح عزيز موتك. كما أثبت المعمل الجنائي وجود بصمات المتهمة داخل شقة القتيلة، ويتضح سيد الرئيس حضرات المستشارين بعد كل تلك الأدلة والبراهين التي يؤكدها الطب الشرعي والمعمل الجنائي وشهادة شهود الإثبات أن المتهمة صباح حنفي أبو رصين هي مرتكبة تلك الجريمة. لذا أرجو من عدالة المحكمة ألا تأخذها شفقة أو رحمة بالمتهمة، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفرض قانون الغاب ليزهق أرواحا بريئة بغرض الانتقام أو الاستيلاء على أموالهم غصبا. كما أطالب عدالة المحكمة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمة طبقا لنصوص مواد الاتهام من القانون. وشكرا سيد الرئيس. حرام عليك، مظلومة، والله العظيم مظلومة، والله مظلومة، 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 مظلومة.
نورت بيتك يا هشام يا ابني. مبروك يا عمر، الف مبروك. الله يبارك فيك. الف الف مبروك. مبروك يا كمال، يا ربنا يخليهولك. ميرسي قوي يا شوكت. معلش خلي البيبي يستريح بقى يا عمر. خدي معايا شويه يا كاميليا. ما هو معاك يا عمر بس عشان يستريح. يا ليلى معلش عن اذنكم عمر، انا عايزك شويه. رضعي البيبي وغيري له هدومه ونيميه في اوضته. اوضته مش بدري شويه كانت اوضته دي. عمر انا عايزك. طب اتفضلي. حازمي بقى. حازمي. مفيش فايده في المعلم عمر، ربنا اداله البيبي اللي هو عاوزه، يتحشر ليه في تربيته بقى؟ ها؟ هو ماله هو البيبي ينام فين؟ قلت يا عمر، امال احنا عملناها ليه من الاول ما بقيت حامل؟ ايوه بس مش شايفه انه صغير عليه انه ينام فوق لوحده يعني. هو مش لوحده، معاه ليلى ومعاه دالة كريمة، تماما زي ما كانوا مع نور اول ما اتولدت، بعدين هي دي الاصول والتربية الحديثة. بلا حديثة بلا قديمة. الواد هيتربى زي ما انا اتربيت وعرفان، لازم يبقى في حضني. مش كفايه انه هيرضع لبن صناعي. مش وقت في الموضوع ده. جيجي وماما وشوكت تحت عن اذنك. جيجي وماما وشوكت تحت عن اذنك. وعرفان زمانه جاي. يا ولد يا واد يا معلم هشام، انا ابوك يا ولد. خلي بالك منه. لا 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 انا من حقي اعرف فيه ايه بالظبط. انت بقيت مشغول على طول، ده انا مش لاقياك خالص يا شوكت، وعلى طول رايح جاي على فاغيه، ده انت حتى لما بتيجي من فاغيه ما بتنزلش في بيتك، انا بلاقيك نازل في اوتيل، هو ايه الحكايه بالظبط يا شوكت؟ مفيش حاجه يا جيجي، مفيش حاجه، انا دلوقتي في اهم مرحله في حياتي، يكسب كل حاجه يخسر كل حاجه، وما عنديش وقت اشرح لك خطواتي بالتفصيل. يا سلام، اما نشوف يا سيدي. هتشوف يا جيجي، اخرتها قربت خلاص، بكره هتعرفي كنت بعمل ايه علشانكم. وايه حكايه التحاليل اللي انا شايفاك ماسكها في ايديك ورايح جاي بيها؟ دي تحاليل واشعاعات بتاعت واحد صاحبي، واخدها معايا باريس علشان اعرضها على الدكاتره هناك. يا ساتر يا رب، هو مين صاحبك ده وهو عيان عنده ايه؟ علي. حبيبي. ازيك يا عرفان؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك شريف؟ نورتوا يا بنات. يلا تعال علي. كل ما بقى على فوق بيسلموا على هشام ابن عمك. يلا تعال ورا نفسك. اروح معاهم يا بابا؟ روح يا ابني روح. اتربى في عزك يا معلم عمر. عقبال ولادك عرفان، عقبال ما تفرح بشريف. تعالى تعالى نقعد هنا شويه. تعالى راجل نقعد فيه. ايه اللي انت عامله ده؟ فرح ابنك اللي بتتمناه من الدنيا تعمله سكيتي كده. عايزني بس اعمل ايه يا عرفان؟ ما انت عارف المرحومه كانت عز عليا قوي قد ايه. الله يرحمها ويحسن اليها. بس يعني ما سالتش نفسك لو كانت موجوده وسطينا كانت هتوافق على عمايلك دي ولا كانت هتملى الدنيا كلها زغاريد؟ يلا معايا. يلا على فين بس يا عرفان؟ على رود الفرج انت ومراتك والعيال. ما انا عارف انك انت مش هتعمل حاجه، فانا عملت الترتيب كله. ابن المعلم عمر تندبح له الذبايح وتترفع له الرايات وتدق له الطبول. ده صلبك يا عمر، صلب المعلم عمر وهشيمه. يلا بينا. ربنا يخليك ليا يا عرفان. الله يبارك له. بقى انا اروح ابارك لعمر ابن ابو هشيمه؟ يا عم انا مش رايح، انت عايز تروح روح. عدوك يا معلم سعداوي، انا اروح من غيرك برضه؟ والله
والله لو السوق كله راح والمعلم ابو دوم اولهم وتعلقت الزينه والكهرب والطبل والزمر والدبايح الخ 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 برضه لا ممكن اروح من غيرك يا سيدي المعلمين. انت ما تعرفش عبده اللي بيني وبينه طار بايت. طار؟ وقتل مين يا معلم؟ وكان يستجرى يقتل اي حد، انا كنت هشرق بيهم كلهم. الله الله الله، امال ايه الحكايه بالظبط يا معلم سعداوي؟ اقعد اقعد يا عبده. شوف يا عبده، انا ما فيش اي مصيبه حصلت لي في حياتي الا لما يبقى وراها الواد ابن ابو هشيمه ده. الواد عمر كان واحنا صغيرين يقف يتفرج عليا وابويا بيضربني بالاقلام وهو بيضحك. كنت اما اعمل لمؤاخذه مصلحه كده ولا كده من ورا ابويا يروح يفتن عليا واقف يتفرج عليا وهو بيضربني ويضحك. حتى اما كبرنا وبقينا معلمين كان بترسم عليا لمؤاخذه بالعلام اللي هو متعلمه، لكن انا هفضل وراه وهجيب مناخيره الارض يا انا يا عمر ابن ابو هشيم. الله، يبقى هو اكيد اللي ورا المخدرات اللي لقيوها عندك هنا في المحل وراح فيها الواد هريد الغلبان في الرجلين. لا لا يا عبده، المعلمين ما يعملوش كده، ده مش شغل معلمين، شغل واد ندل وخسيس. شغل معلمين ونادل وخسيس ايه؟ جرى ايه؟ جرى يا معلم؟ انت لسه بتدافع عنه ولا نسيت ولا عايز تسك على البوك ولا ينصابك؟ لا هو ما فيش غيره، تنسيت المشاكل والكفوف لا مؤاخذه وكل البلاوي دي، هو المعلم عمر ابو هشيم. انا بقول لك اهو. ايه ممكن يا ده عبده؟ ليه لا؟ طب يا ابن ابو هشيمه يا انا يا انت. ربنا يخليكم الوعد ويخليلكم ولادكم. الله يخليك يا عرفان. اعمل حسابك يا عمر، سيبوها ابنك باذن الله يتعامل هنا في البيت. متشكرين قوي يا معلم، بس انا عايز اعمله في اوتيل. ايه يا عرفان؟ اسبوع يتعمل في اوتيل يا كاميليا؟ وماله يا عمر؟ على راحتك يا ست كاميليا، اعمليه في اي حته تعجبك، بس بعد ما نحتفل بيه هنا وسط اهله وناس وفرض الفرج. وماله، متشكرين يا معلم. ايه الناس كلها اكلت وشبعت؟ ده كلوا وخدوا معاهم كمان. الف حمد وشكر ليك يا رب. احضر الغدا هنا مع السفره؟ لا معلش، انا دلوقتي ماليش نفس. روحي دلوقتي يا سكينه. شريف، الله، ايه الورد الجميل ده يا حبيبي؟ ميرسي، جبته منين؟ من الجنينه اللي ورا. ميرسي يا شريف، ميرسي قوي يا حبيبي. ودي على زي ده. ميرسي يا شريف. اللي عايز يلعب يجي ورايا جد. ايه مش دوب تذاكر يا شريف؟ حاضر يا بابا. ما تسيب الواد يعيش سنه يا اخي. وانا حايشه ده، انا بتحايل عليه، هو اللي غاوي مذاكره. انا كتير هوا اقول له يا ابني يا ابني اقفل الكتاب وروح شم لك شويه هوا، ما يرضاش ابدا. وسكينه عامله ايه مع الولاد يا معلم؟ الظاهر مش هتعمر زي اللي قبلها. قلبي محروق على صباح هوا يا اسطى العمل، صعبان علي البيت ده. حتى لما جت الدنيا تضحك لها ما لحقتش يا عين امها لا تتهنى ولا تفرح، زي ما يكون الحزن ملاحقها ومصاحبها. يا حبيبتي يا بنتي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. العوافي يا عديله. العوافي. العوافي يا ام صباح. الله يعافيك يا ام حب. ايه ده انتوا بتاكلوا؟ امال احنا جايبين ده لمين؟ والنبي ما حد ده ازاي؟ دي على لحم بطنها من امبارح، حتى ابو صباح ما كلش ولا لقمه. طب هات الاكل ده، انا جايه وقلت نتلم كلنا كده علشان نفتح نفس بعضينا. دي حته لحمه من العجل اللي دفعه المعلم عرفان. امال جميله فين؟ الاوضه يا اختي هاريه نفسها بالعياط. طب خدي بقى كلي لك لقمه. خدي يا اختي. هو مين الناس اللي هو نفسي ياكل دلوقتي؟ يا حبيبتي دي سنه الحياه، والحياه لازم تمشي وتستمر. دي حكمه ربنا. وبعد هالك يا جميلة، مش كده أمال؟ صباح راحت يا تفاح، صباح راحت. ما تقوليش كده يا جميلة، صباح هتطلع بالسلامة يا رب. بس ما تعمليش في نفسك كده، وبعدين ما احنا حواليك اهو. انتوا حواليا
بس روحي مش معايا. صباح مش معايا يا تفاحة. فوتيني لمين يا صباح؟ هعيش من بعدك ازاي يا اختي؟ ده انا كنت بتحمى فيكي، كنت سندي وضهري. بس انا اللي غلطت، انا اللي غلطت عشان ما سمعتش كلامك وخرجت من طوعك. يا ما حصرتيني وقلتي لي بعدي عن عبده كزره. بس انا اللي رميت نفسي في ناره وادي اهو اتحرقت. والنادلي كمان طلعني، طلعني وفرج عليا امي لا اله الا الله. معلش يا جميله، معلش يا اختي. رضعت يا تفاح، رضعت وصباحيه كمان ضاعت. ما كانش والله العاشم يا استاذ فوزي. بقى راجل تخلي المحكمه تبعت لي عشان اشهد وانت اللي تطلب انك تسالني قدامك؟ انا خليت المحكمه تبعت لك يا معلم كشاهد اثبات مش كمتهم ولا حاجه لا سمح الله. وبعدين يا اخي من حقي ان انا اسالك. الله، دي جريمه قتل، جنايه، موكلتي هتروح فيها. مطروح مطروح في 60 داهيه هي واللي خلفوها. الله، ما كل الاثباتات والدلائل والحاجات بتاكد ان هي اللي عملتها. المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وبعدين ده بقى شغلي، والواجب يحتم عليا اني ادافع عن موكلتي بكافه الطرق القانونيه يا معلم عبده. وما لقيتش غير المعلم زفت عشان تساله. الله، هو حصل ايه يا فوزي بيه؟ عيب، ده احنا دافنينه سوا يا بت وسك على البوك. لا، من فضلك، من فضلك بقى، مش عايز غلط. المقابله انتهت يا معلم عبده. عجيبي محضرها يا باشا. قهوتك يا معلم عبده. المعلم عبده هياخد قهوته عندك يا عجيبي. مع السلامه يا معلم عبده. وصلت لكام يا متر؟ ماشي يا رب، يا رب نجيني يا رب. يا رب انت عارف ان انا مظلومه. بلاش عشان خاطري يا رب، طب عشان خاطري اللي ببطني ذنبه ايه؟ ذنبه ايه بس يتولد في السجن ويلاقي نفسه من اربع حيطان؟ النبي يا رب، حياة حبيبك النبي لا تنجدني. انت عارف ان انا مظلوم، اشتكي لمين غيرك؟ انت اللي عالم بيا. قلت لهم كلهم ان انا مظلومه وحدش صدقني، بس انت الوحيد اللي عارف. انت اللي عارف ان انا مظلومه يا رب وقادر تنجيني. النبي يا رب، النبي يا رب. ما تنامي بقى يا صباح. نام ازاي وانا حاسه ان انا مظلومه ما عملتش حاجه؟ نامي يا اختي، ده انت عندك محكمه الصبح عشان تبقي فايقه لما القاضي يسالك. وعشان اللي في بطنك كمان ذنبه ايه؟ انا بعيط عشان اللي في بطني، هو ذنبه ايه؟ لازم يعرفوا ان انا مظلومه مظلومه مظلومه. مفيش داعي يا جميله، عبده جزر هيبيع ويشتري فيكي وما هيصدق ان اديتيله برجليك. انا عارفه انه هيديك، بس مش مهم، كله هنا عشان خاطر عيون صباح. تعالي معايا تفاح. وده عايزه ايه دي؟ احنا مش مفضله خلاص؟ دي مصممه تقابلك يا معلم عبده، وبتقول مش هتمشي غير لما اكلمك، وجايبه في ايديها تفاحه. تفاحة خليها تهجرها. اسمعها نسرين، قولي لها ان ورقتها هتوصلها لحد محل اقامتها، ده لو لسه ليها محل وعن طريق الاسم، وتغور في داهية هي واللي خلفوها كمان. يلا بنت. الله الله، مرايا نسرين، انت لسه باقي على عيش وسط حنفي ولا ايه يا اسطى نسرين؟ انا باقي على اكل عيش يا معلم عبده. خلاص بقى يا معلم عبده، نسرين مننا وعلينا، الكلام ده كان زمان. ما تنساش ان هي اللي حكت في الاسم وقالت لنا على اللي حنفي كان بيخنصره بالحسابات. ربنا يخليكي يا معلم سعدان، وانا طول عمري ما احبش الغلط ولا الحرام ابدا. على بابا يا نسرين، على بابا، ده احنا دافنينه سوا يا اما وسك على البوك. ده انت واخده ثمن شهادتك في الاسم، واخده ثمن اعترافك على الوسطى حنفي،
وقبلني تجدني ولغيني تلاقيني وكله بتمنه هنسريني. خلاص بقى خلاص يا معلم عبده، الكلام ده كان زمان. خليها تدخل. تدخل في ايه؟ هتدخل هنا وهتقابلها وتفهم ايه اللي في دماغها كمان. بس نبهي على الواد عجايبي ما يقولش ان انا هنا. خليها تدخل لوحدها، ما تدخليش اللي اسمها تفاحه دي معاها. اه وخلي الواد عجايبي ياجل القهوه دلوقتي. امرك يا معلم. انا بقى انا هستخبى ورا السور ده. صور انت سميته صور. طب صورة على مهلب صور، بكرة الغمة تغور صور. يلا لا يا هنا لوحدها، المعلم عايزك لوحدك. تفاحة تستنى معايا هنا. وما تدخلش معاها ليه؟ والله دي الأوامر اللي عندي. خلاص يا تفاحة استنيني هنا وما تخافيش. بقول لك ايه، لو حصل حاجة كده ولا كده زعقي، هتلاقيني عندك في ثانية وربنا يقدرني. وهو نصيبه بقى. تخافيش تفاح. الصينية عندك هنا يا عجايبي. ايوه بس القهوة تبرد بتاعتك. اسمع كلام، هات الصينية عندك. القهوة تبرد. المعلم عنده شغل جوه. تعالى تعالى انا عايزك. عايزك؟ اه تعالى انا عايزك. تفاحة صبي القهوة واشربيها مع ما اجي لك. تعالى انا عايزك. تعالى. قهوة تغور من وشك يا قليلة الأصل يا خاينة العيش والملح. شفت شكلك بقى عامل ازاي يا جميلة سابقا، بس تستاهلي وشرف جد تستاهلي. حقك عليا يا معلم عبدو، أنا استاهل أكتر من كده كمان، وغلطانة في كل اللي قلته. كفاية إنك طلقتني. بالروسية بالروسية يا مفترية، في واحدة عندها مخ تضرب جوزها بالروسية. أبوس إيدك يا معلم. استغفر الله العظيم. الصبح أختي هتروح في الرجلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه بس كده يا جميلة؟ ليه كده؟ ليه تركبيني ذنب؟ ده أنا هبوس رجلك كمان. بس صبح أختي، صبح أختي ترجع لنا يا معلم اعمل معروف. خلاص خلاص يا جماعة، بكرة في المحكمة هيحصل كل خير إن شاء الله، وهتشوفي بنفسك يا جميلة الجميلين، وهتقولي عبده طلع عند كلمته. بس تبقي تعد عليا بقى، ما تنسينيش. ها أنا عمري ما هنساك يا معلم، ده جميلك ده هيفضل طين في رقبتي، ولو قلت لي اعملي اي حاجه هنفذها على طول. لو قلت لي ارمي نفسك بالنار هنفذ. بس صباح اختي ترجع لنا بالسلام. انا هعمل حاجه مش متعود عليها، هعمل اللي يمليه عليا ضميري، كل ده عشان خاطرك انت يا جميله. يا ابن الابلسه هتجوز؟ ايوه عشان ده الحل الوحيد، لازم تتجوز. مفيش حرمة في الدنيا تحل محل رؤية. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ مش رؤية برضه كانت بنت عمك؟ وعلشان خاطر رؤية ولاد رؤية لازم تتجوز، عشان خاطر البنات عليا ونسمة، دول بنات بنات عارفان. لا يا عمر ما اقدرش، ما اقدرش اعمل حاجة زي كده. على فكرة ده مش رأيي أنا لوحدي، ده رأي كاميليا كمان. وده كلام حريم ما تاخدش عليه. مش قال برضه اللي شارت عليك إنك أنت هتعمل السبوع في الكندل ولا إنك أنت رفضت؟ إيه؟ كانت فاكراك خلاص خرجت من توبك وبقيت ألا فرانكا، ولا عشان يعني رحت سكت لي في الزمان؟ لا يا عرفان، أنا المعلم عمر أبو هشيمة، وهفضل طول عمري المعلم عمر أبو هشيمة. الله يبارك لك. هو ده كلام الرجاله صح. ام طارق. ايوه يا بيه. تعرفي الست اللي ورا القفص دي؟ ايوه يا بيه، دي صباح بنت المعلم حنفي. كويس قوي. ام طارق انت شهدتي في النيابه انك شفت صباح رجعت البيت تاني بعد انتهاء المشاجره مع الكتعه. ايوه شفتها يا بيه.
مش انا شفتك يا صباح. رد على الاسئله ومالكيش دعوه بالمتهمه. حاضر يا بيه. كويس قوي قوي يا مطارق. هي صباح كمان ما بتنكرش ان هي شافتك، انما انا عاوز اسالك سؤال واحد ومحدد بس، ومن فضلك تركزي معايا في اجابته كويس جدا. انت شفتي صباح داخله ولا خارجه من شقه الكتعه؟ انا لا شفتها داخله ولا خارجه يا بيه، انا شفتها قدام شقه الكتعه والباب كان مفتوح لان كان متورم عشان كان مكسور من الخناقه الاولانيه. اصلي يا اصل الباب كان مكسور وقبل الخناقه الاولانيه، وانت ما شفتيش صباح دخلت ولا خرجت من بيت الكتعه، مش ده كلامك؟ ايوه يا بيه هو كلامي، يعني انا اكذب؟ سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، ارجو اثبات اقوال تلك الشاهده والتي قالت امام عدالتكم وبالحرف الواحد ان باب شقه المجني عليها كان مكسور وقبل المشاجره، اي ان المتهمه المثله امام عدالتكم لم تقم بكسر باب الشقه، وان الشقه كانت عرضه لدخول وخروج اي شخص اخر كي يرتكب جريمته ويسرق مجوهرات القتيله ويتوه في الزحام دون ان يشعر به احد، وذلك نظرا للزحام الحاره التي وقعت بها الجريمه. لذلك كله فانني اتمسك بشهاده شاهده الاثبات، بل على العكس تعتبر بالنسبه لموكلتي شاهده نفي في صالح المتهم. في اسئله ثانيه للشاهده؟ الدفاع يكتفي بهذا القدر من الاسئله سيد الرئيس، شكرا. حرس، نادي على الشاهد الثاني. عبدو عبد السميع جزره الشهير بعبدو جزره. ايوه سعاده البيه. قرب هنا. موجود. السلام عليكم استاذ صح. انت ليه ما بتردش من اول مره؟ انا مؤاخذه سعاده البيه، اصل حاطط قطره في وداني، اصل وداني بعيد عن سعادتك تعبان شويه، فمعلش ما سمعتش يعني. قول والله العظيم اقول الحق. وشرف جد الاسطوره، عليا النعمه الشريفه لاقول الحق. انت هنا في محكمه مش في سوق الخضار، قول والله العظيم اقول الحق. حاضر سعادتك، والله العظيم اقول الحق. الدفاع يسأل الشاهد. معلم عبده، انت ذكرت في النيابة لما سألتك عن عملك انك بتشتغل في السوق، تقدر تقول لنا بتشتغل ايه بالظبط في السوق يا معلم عبده؟ صاحب شركة نقل سعادتك، كل مستلزمات السوق بتتنقل في اللواري بتاعتي. كويس قوي، يعني اعتقد من خلال معاملاتك وعلاقاتك في السوق تعرف كويس قوي مين الست اللي ورا القفص دي. صباح. صباح سعادتك، طبعا اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ ده انا اعرفها عز المعرفه. صباح بنت نص حنفه ابو رصيد سعادتك. عظيم يا معلم عبدو. انت شهدت في النيابه ان صباح هي اللي قتلت الكتعه. لا لا سعادتك، لا انا ما قلتش كده سعاده البيت. انا ما قلتش ان صباح قتلت الكتعه. حظ الله، حظ الله بيني وبين الكذب. انا اقول كده برضه. يا رب يكرمك يا عبدو يا رب. مش هتروح السوق ولا ايه؟ ده مال اهلك انت، روح ولا ما روحش؟ ليه كده بس يا معلم؟ مالك على الصبح مش طايق كلمه من حد ليه؟ بقول لك ايه يا بدريه؟ الصبح انت وابنك اخلوا نهاركوا طين. اخرج يا محروس، روح اقف انت في السوق. هكلم العش في الوكاله الاول. شيل شيل ايدك من على التليفون واقطعها لك. ايه يابا في ايه يابا؟ اخرج دلوقتي يا محروس. هو ابويا ماله يابا؟ مفيش، يلا روح. عارف لو لعبت بديلك عبد وجزرة وغيرت أقوالك في المحكمة هقطع خبرك. أنا ما غيرتش أقوالي يا سعادة البيه، أنا فاكر الكويس أوي اللي قلته في النيابة ومصر عليه. الشهادة لله، أنا ما شفت الصباح وهي بتقتل الكتعة. ده أنا حالف يمين ربنا وهتحاسب عليه سعادتك يوم الساعة. وبعدين أنا ما أقدرش أظلمها ولا أتبلى عليها. هي صحيح صباح ظلمتني واتبلت عليا في الاسم وكانت عايزه تلبسني التهمه، لكن اقول لسعادتك ايه؟ المسامح كريم وربنا موجود سعادتك. سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، ثبت بالدليل القاطع وبعد مناقشه شاهد الاثبات الثاني انه ايضا لم يشاهد المتهمه داخله او خارجه من شقه الكتعه، مما يدخل الشك بل يقينا ان هناك جاني حقيقي استغل انشغال الجميع وقام بقتل المجني عليها. يا عبدو، انت شفت اي شخص في مكان الجريمه في ذلك الوقت؟
الشهاده لله سعاده البيه، انا ما شفتش مخلوق، ما شفتش حد لا طالع ولا نازل. اللي شفته صباح، صباح وهي خارجه كانت متعصبه كده سعادتك ومتنرفزه ومش على بعضها، مش عارف ليه، الله اعلم. واول ما شافتني سعادتك راحت قافشه فيا وماسكه في خناقي وطبقت على زناره رقبتي، كانت عايزه تطلعها بايديها، كانت هتطلع روحي سعادتك من غير سبب. كذب كذب كذب. اسكت يا صباح، خلي الشاهد يتكلم. يا معلم عبدو، المتهمة أكدت إن هي اتخانقت معاك عشان تبعدك عن سكة أختها الصغيرة جميلة، ومحاولتك إغراءها بكل الوسائل، وده اللي خلاها تتخانق معاك عشان تبعدك عن سكة أختها. كده والله العظيم تلاتة كده. أختها جميلة دي كانت مراتي على سنة الله ورسوله سعادة البيت، وصورة قسيمة الجواز في جيب سعادتك. أنا طلعتها صحيح، وبعت لها ورقتها على الاسم تستلمها من هناك، ورقم قسيمة الطلاق معايا سعادتك. معلش لا مؤاخذة في الكلمة، يعني أنا معلم كبير وليا سمعتي برضو. سمعتك طلعتها بعد ما ضحكت عليها، ربنا يتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قلت لك اسكت يا صباح. هي كده يا سعادة الباشا، بتشاكل طوب الأرض، عايزة تموت الدنيا كلها وتسك على البك. بتسك على البك؟ طب روح استريح بره. الله يريح قلبك يا سعادة البيت، دنيا وآخرة. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. أيوة يا معلم عبده، طمني. خلاص يا معلمة، نام واطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي، خلاص راحت في الكازوزة. ها؟ لا عيب يا سيد المعلمين، سرك في بير، ما انت عارفني، ده انا هدع واحد يسك على البوك. يا واطي يا عبد، يا معفن، انت تشهد على اختي دور يا عبد. لا لا لا، ما تضربش من المرأة، اتلم يا جميلة، اتلم احسن لك، هي حصلت رد بترفع عليها الشبشب. انت لسه شفت حاجة يا عبده؟ ده انا هديك بالجزمة، لكن اقول ايه؟ ما انت واطي، عرباجي وهتفضل طول عمرك عرباجي. دي مجنونة، مجنونة يا ناس، دي مرة مجنونة. انت بتشتمينا يا جميلة؟ ماشي يا التلين القتلة يا بنت ابو راسين. انت شفت حاجة يا عبدو؟ سيبيني يا جميلة. خلاص خلاص، ده انت مسحتي بكرامته الارض. ماشي يا عبدو، اما وريتك يا واطي. ماشي يا جميلة، ماشي. ان مفرقتك يا بنت ابو راسين، ان ما رضيت لك الالم ألمين، إن ما رضيتك ورميتك في عشة مع الفراخ، ما بقاش أنا المعلم عبده جزرة. يا جميلة يا أخت صباح، إيه بتتفرجوا علي إيه؟ ما تخافيش يا رضا، ما تخافيش يا حبيبتي. بص كويس على الإشارب ده، الإشارب ده بتاع صباح أختك اللي كانت لابساه وهي جاية معاكي ساعة لما مامتك اتخانقت مع القطعة. ما تكذبيش يا رضا، ما تكذبيش يا حبيبتي، أنا اعترفت إن الإشارب ده بتاعي، اعترفت في النيابة. أنا ما نكرتش إن الإشارب إنه بتاعي، بس أنا ما قتلتش بيه، والله ما قتلت بيه، والله العظيم ما قتلت بيه. أيوه، هو ده الإشارب بتاع قبل صباح. المتهمة اعترفت إن الإشارب أداة الجريمة ملكها. عايز تسأل الشاهد أي سؤال تاني؟ بتاع عبط، بتاع عبط، بتاع عبط، بتاع عبط. افتح بعتلك يا راجل، فينك من زمان وحشني، كنت بتعمل ايه هناك عندك؟ قط قط، انا اجيب لك قط فاو اكلك هم هم. بطع عبط. بطع عبط مقبوله منك. اسمع يا سيدي، عشان خاطرك يا سيدي ادي ربع جنيه بحاله عشانك. لا لوس منك انت. لا ليه؟ انا اخد لوس من صباح حبيبتي، اشرب شاي ميزه، مش اشرب ملوخيه. يا سعاده البيه، اسمح لي بكلمتين. عايزه تقولي ايه يا ست؟ كتر خيرك، انا سعاده البيه ست جهله مش متعلمه، وما اعرفش القانون اللي حضرتك بتقول عليه ده، لكن كل اللي اعرفه صباح بنتي دي اللي حرمت نفسها من كل حاجه في الدنيا علشاني وعلشان اخواتها، وعمرها ما مدت ايديها على حاجه، وحرمت نفسها من كل حاجه في الدنيا علشان خاطرنا، وعمرها ما عملت حاجه وحشه ابدا، طول عمرها نظيفه وقلبها زي الفل. بنتي مظلومة يا سعادة البيه، والله العظيم مظلومة، ولا سرقت ولا قتلت.
الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. اعدم. انت قلبك اسود قوي يا عبده، مليان سواد، 10 سنين تأبيد، انما اعدام ده ايه الغل اللي في قلبك ده؟ دي اقل حاجة يا معلم سعداوي، اعدام ومحدش هيعرف يخلص ابدا، لا فوزي ولا مية زي فوزي كمان. لو يا سيدي المعلمين هم ونزاح. انا كنت خايف عليك قوي. بتقول ايه يا عبد؟ بقول نشوف شغلنا ومصالحنا بقى، وانسى انسى معلم سعداوي، انسى وارمي ورا ظهرك، ارمي في البحر، ولا اقول لك ارمي بير في بير ملوش قرار. براءة ان شاء الله يا صباح. ان شاء الله يا ام حمدي. ربنا معاكي يا صباح. ربنا يخليك ليا يا ام، ما تحرمش منك. شد حيلك يا ست صباح. كتر خيرك يا استاذ عادل. مش عايزه اي حاجه يا اختي. بقول لك يا سعدات، خلي نعمه في عينيك، خلي بالك منها، دي مالهاش حد غيرك. عينيا يا حبيبتي. وماما سعدات يا خالتي. طبعا يا حبيبتي، ربنا يديمكم لبعضيكم. خلي بالك منها وهي تخلي بالها منك. يا استاذ عادل عايزه اقول لك حاجه. امورين يا استاذ صباح، امورين. حكمت المحكمة حضوريا على سعاد أحمد عويس بالبراءة. حكمت المحكمة حضوريا على صباح حنفي أبو رصين بالأشغال الشاقة المؤبدة. يا خلق